أهلا بكم. لم تؤتي الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية محمد الشاع السوداني مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة في تحالف الإطار التنسيقي ثمارها بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة، وتزداد الهوة ما بين مكونات الإطار التنسيقي بعد استهداف السفارة، وهو ما يزيد من قناعات العراقيين باحتمالات تصدع الحكومة الحالية في ظل الخلاف الداخلي من جهة، والخيارات الأمريكية الغاضبة لمواجهة الفصائل من جهة أخرى. السوداني اجتمع مع ممثلي الفصائل والأحزاب في تحالف الإطار نحو 7 مرات منذ كسر الهدنة مع الأمريكيين، لكن لم يحصل على نتائج لطلباته العديدة بشأن وقف التصعيد ضد القوات الأمريكية. السوداني وبحسب مصادر وان نيوز حصل على تعهدات من بعض الفصائل بعدم الاشتراك في المقاومة، لكن فصائل أخرى رفضت الحديث مع السوداني أصلاً. أبو ألاء الولائي أعلن صراحة عدم وقف التصعيد أو استهداف السفارة، وهو ما جعل الرجل يسقط في سقطة لسانة بأن كتائب سيد الشهداء هي المنفذ الأول لقصف السفارة. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جانبه قال بأن كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء مسؤولتان عن تنفيذ عمليات قصف السفارة، وهذا التصريح قد ينذر بتصعيد مبكر إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراءات حقيقية من شأنها إيقاف الهجمات.